السادسة مساء هنا في القاهرة، نشرة مفصلة من عاصمة الخبر. أبرزها العناوين: لائحة اتهام جديدة تنتظر المتهم بقتل 3 أشخاص في العاصمة الفرنسية. زيلينسكي يكشف عن طلب وساطة الهند في تنفيذ مقترح سلام بشأن الأزمة الأوكرانية. الكريملين يتحدث عن قمة روسية صينية هذا الأسبوع دون ذكر المزيد من التفاصيل. البداية مع تطورات حادث باريس. ذكر مكتب المدعية العامة في باريس أن منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 3 أشخاص الأسبوع الماضي يخضع لتحقيق رسمي، وبموجب القانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يعني أن هناك أدلة جدية أو متماسكة تشير إلى تورط المشتبه به في الجريمة. وأضاف مكتب المدعية العامة أن قاضي التحقيق سينظر في توجيه تهم القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون تصريح. في الأثناء شهدت العاصمة الفرنسية باريس مسيرة جديدة للتضامن مع أسر ضحايا الاعتداء الذي استهدف الأكراد يوم الجمعة الماضي، وشدد منظم المسيرة التي انطلقت من مكان الحادث شددوا على سلميتها دون مصادمات مع الشرطة، ورفع المشاركون في المسيرة صور ضحايا ومصابي الاعتداء. مظاهر لا نراها عادة في فترة الاحتفال بعيد الميلاد تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، حيث نظمت الجالية الكردية مسيرة تضامنية مع أسر ضحايا الاعتداء الذي استهدف المركز الثقافي الكردي في باريس يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. منظمو المسيرة التي انطلقت من مكان الحادث حرصوا على التزام السلمية حتى لا تتكرر مرة أخرى مشاهد المواجهات والاشتباكات العنيفة مع الشرطة الفرنسية. المشاركون في المسيرة رفعوا صور ضحايا ومصابي اعتداء باريس، وقد تم رفع درجة الاستنفار الأمني في المدينة، وأغلقت قوات الأمن محيط المنطقة العاشرة بالعاصمة. كان قد نفذ مسلح العمليات في مركز ثقافي كردي ومقهى في جزء مزدحم من الحي العاشر في باريس، وأعادت السلطات الفرنسية منفذ الهجوم إلى الحجز بعد إخلاء سبيله لفحصه في مصحة للأمراض النفسية. وكانت قد اندلعت اشتباكات في باريس السبت الماضي بين الشرطة وأفراد من الجالية الكردية الغاضبين من الهجوم، وتضررت سيارات عدة وأشعلت حرائق صغيرة بالقرب من ميدان الجمهورية. We'll be right back.
لمزيد من المتابعة نتوجه إلى الزميلة آية لطفي. تفضلي آية. أهلا شيماء وداليا وشكرا لكما. الآن للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس علاء الدين بونجار الكاتب الصحفي. سيد علاء أهلا بك معنا بداية. إذن من الواضح أن أعداد المنضمين لهذه المسيرة السلمية التي بدأت اليوم في باريس على خلفية مقتل الأكراد في تزايد. ما الذي يطالب به المتظاهرون الآن؟ نعم، في الواقع المتظاهرون هم في تزايد وهم أكثر سلمية على أساس أنه ربما الجالية الكردية شهدت ما حدث في الأيام الأخيرة، وهذا ربما أساء إلى القضية الكردية أكثر مما خدمها، لأنه في الواقع عملية القتل استهدفت ناشطات كرديات واستهدفت المركز الثقافي الكردي، لكن صحبها من تعبير عن غضب ربما دفع بعض الفرنسيين إلى التساؤل عن أسباب هذا العنف. مطالب الأكراد والجالية الكردية ما زالت هي ما زالت تريد أن يتم تكييف القضية على أساس أنها قضية عملية إرهابية ذات طابع سياسي. ولكن سيد علاء، هل هذا أساء للجالية الكردية والقضية الكردية أم أنه أدى إلى مزيد من التحرك في هذه القضية تحديدا؟ نعم، هو في الواقع هناك تعاطف فرنسي وتعاطف شعبي مع الأكراد على أساس ما قام به الأكراد من مساعدة لفرنسا وللولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش، لكن هناك أيضا ربما قضايا إذا تم تناولها بطريقة عنيفة خصوصا مع فترة الأعياد قد تكون لديها انعكاسات سلبية. هذا ما طرحه البعض وتساءلوا عن أسباب تساهل وتسامح السلطات الفرنسية مع كل مظاهر العنف التي أبداها الشباب الكردي في شوارع باريس، لكن هناك أحزاب يسارية وحتى من الحكومة ما زالت متضامنة مع الأكراد ومع ما عانوه. الآن القضية كيف يمكن التجاوب مع مطالب بعض الأكراد الذين يشيرون صراحة إلى اليد التركية في هذه القضية. السلطات لحد الآن، السلطات الفرنسية لا تملك. وهل من الممكن التجاوب مع هذه المطالب الكردية؟ يعني لا يمكن التجاوب معها في الوقت الحالي، لأن هناك من الواضح أن الشخص اعترف أن لديه دوافع عنصرية واستهدف الأكراد على أساس أنهم أجانب، لكن بعض السياسيين طرحوا أسئلة، لماذا التوجه إلى مركز ثقافي كردي عشية الاحتفال بعشر سنوات على اغتيال ناشطات كرديات في نفس الدائرة في باريس، وكانت وقتها الاستخبارات التركية وجهت إليها أصابع الاتهام لكن السلطات الفرنسية أغلقت الملف. هناك نوع من العتب ومن طرف الجالية الكردية تحاول أن تظهر هذا للسلطات الفرنسية، ولكن في نفس الوقت لا تريد أن ينقلب ذلك ضدها، لأن هناك موجة عنصرية، هناك خطاب عنصري متواجد في فرنسا متواجد في كذلك أوروبا. سيد علاء، التحقيقات تقول أن هذه ليست هي الواقعة الأولى من نوعها لمرتكب هذه الجريمة. إذن نحن أمام تقاعس للحكومة الفرنسية أمام هذا النوع من الجرائم. نعم، هناك تقاعس وهناك نوع من التساؤلات والريبة، كيف لشخص كانت له سوابق واعتدى على مهاجرين وأدخل السجن وبعد عشرة أيام فقط من خروجه من السجن استطاع أن يحصل على مسدس، وحسب ما نقل عنه أنه توجه إلى حي يسكنه الأفارقة في باريس وحاول أن يقوم بجريمته هناك، ولكن توجه على بعد أمتار من مسكن والديه ليقوم بهذه الجريمة على الأكراد. يعني هي جريمة عنصرية، المفترض أنها من المفترض أن تكيف على أساس أنها عملية إرهابية وقتل جماعي، لكن السلطات الفرنسية متحفظة في هذا المجال. بعض السياسيين قالوا أن السلطات لا تريد الربط بين الإرهاب واليمين العنصري، ولو أن لو كان منفذ العملية اسمه عربي أو ذو ديانة إسلامية كانت السلطات تكيف هذا مباشرة على أساس أنه عمل إرهابي. هناك تساؤلات عن ربما
تحفظ الحكومة الفرنسية، ولكن نرى بأن هناك لغط السلطات الفرنسية طيب سيد علاء، هل تعتقد أن ما حدث اليومين الماضيين وهذه الاحتجاجات الكبيرة من الجالية الكردية والانتفاضة من الجالية الكردية يمكن أن تحرك ساكنا في هذا الملف، ملف الأقليات بشكل عام وكذلك التعامل مع الأكراد؟ في الواقع أنا باعتقادي أن الأكراد مساندون هنا في فرنسا، لكن هم يعتبرون بأن قضيتهم خصوصا في قضية الاغتيالات، السلطات الفرنسية أغلقت الملف بسرعة، وهناك ضغط على أن يتم تكييف القضية على أساس أنها جريمة إرهابية، وعندما يتكفل بها القضاء المكلف بالإرهاب ربما تبرز خيوط أخرى. هذا الضغط موجود، لكن التجاوب مع الأقليات، هناك أيضا رغبة من بعض السياسيين في أن ينظر إلى العمليات الإرهابية التي تستهدف سواء التي يقوم بها المتطرفون الإسلامويون أو يقوم بها العنصريون من بشرة بيضاء أو غيرها، أن تكيف على أساس أنها عمليات إرهابية. باعتقادي أنه سيكون هناك تصرف جديد من الشرطة ومن طرف القضاء حتى يتم امتصاص الغضب وأيضا مواجهة العنصرية الموجودة داخل المجتمع الفرنسي بصفة خاصة والمجتمع الأوروبي. إذن من العاصمة الفرنسية باريس كنت معي علاء الدين بونجار الكاتب الصحفي، شكرا لك على هذه الرؤية وهذا التحليل وأيضا هذه المعلومات. الآن أعود مرة أخرى إلى داليا وشيماء لاستكمال هذه النشرة. شكرا آية. ونتابع مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه طلب مساعدة الهند على تنفيذ صيغة سلام بشأن الأزمة الأوكرانية، وأوضح زيلنسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة قمة العشرين، مشيرا إلى أنه أعلن صيغة السلام من فوق منصة القمة، ويعول إذن الآن على نيودلهي للمشاركة في تنفيذ هذه الصيغة. من جانبها قالت الحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأوكراني تبادلا وجهات النظر حول الصراع المستمر في أوكرانيا، مؤكدا دعمه لأي جهود بشأن السلام. وأضاف بيان للحكومة أن مودي كرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة أن يعود الجانبان إلى الحوار والدبلوماسية لإيجاد حل دائم لهذه الأزمة. أكد رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف أن روسيا لم تتسلم أي صواريخ من إيران والصين، وقال بودانوف إن موسكو تحاول شراء ذخيرة وصواريخ باليستية من إيران لكنها لم تتسلم من طهران سوى طائرات من دون طيار. رئيس المخابرات الأوكراني صرح في وقت سابق بأن روسيا لديها ما يكفي من الصواريخ لشن هجومين أو ثلاثة آخرين. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب فقد مصداقيته كشريك في العلاقات السياسية والاقتصادية. وخلال مؤتمر صحفي قال لافروف إن واشنطن تدفع دول العالم لاتخاذ موقف عدائي تجاه روسيا، مؤكدا أن بلاده لن تقدم أي تنازلات لأوكرانيا أو للغرب. فزيلينسكي قال أثناء زيارته إلى واشنطن
العالم العادل لا يتعلق بالتنازلات، لا تنازلات، لن نملي أي تنازلات. ولذلك هم يحاربون روسيا على أرض الواقع. هذا هو بيت القصيد من طبيعة الواقع، وغالبية الدول في العالم تدرك ذلك. طبعا نحن نحتاج إلى فسحة من الوقت للتخلي عن عملة دولار. المفاوضات هي طريق حل الأزمات، لكن هذا الخيار يبدو أنه ما زال بعيداً لحل الأزمة الأوكرانية مع تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا حول الطرف الذي يتنصل من الحوار. فرغم إدانة روسيا لاستمرار تدفق السلاح الغربي إلى أوكرانيا وتهديدها بنسفه، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا بشأن ما اعتبره حلولاً مقبولة لإنهاء العملية العسكرية الروسية في البلاد، متهماً الجانب الأوكراني بالرفض ومؤكداً أنه كلما كان ذلك أسرع كان أفضل. تصريحات سارع مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الرد عليها عبر تويتر، قائلاً إن روسيا لا تريد مفاوضات وتحاول التنصل من المسؤولية عن الحرب، وإنه لا يوجد لبوتين أدنى مبرر لغزو أوكرانيا واحتلالها وخوض حرب إشاعة المعاناة والموت في أنحاء أوكرانيا. فيما قال الرئيس الأوكراني أن كييف لن تهدأ حتى يتم طرد آخر جندي روسي من كافة أراضيها، وصرح وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بأن كييف تعتزم الدعوة إلى حرمان موسكو من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي. وفي رد لأكبر حليف لأوكرانيا، قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إنه على الرغم من أن أغلب الصراعات تنتهي بالتفاوض، إلا أن تقييم الولايات المتحدة يشير إلى أن روسيا ليست جادة بعد بشأن المشاركة في مفاوضات حقيقية لإنهاء الحرب. الرئيس الأوكراني كشف في وقت سابق أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي صيغة سلام أوكرانية، وأنه يعد مقترحات للتسوية السلمية للأزمة والتي من المقرر أن يقدمها قبل فبراير المقبل. وحتى ذلك الوقت ستتكفل ثلوج الشتاء بالتسبب في المزيد من المعاناة لطرفي الصراع الأوكراني، وبعدها ربما سيكون هناك ربيع مفتوح على مقترحات إيجابية تحلحل الأزمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية على ارتفاع منخفض عند اقترابها من قاعدة إنجلز الجوية العسكرية في منطقة ساراتوف. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بمقتل 3 عسكريين وإصابة 3 جنود من الطاقم الفني إثر سقوط حطام الطائرة على القاعدة. من جانبه صرح حاكم منطقة ساراتوف الروسية بأنه جاري تحقق من معلومات حول استهداف قاعدة إنجلز الجوية، مشيرا إلى أن مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر. في الأثناء كشفت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تعمل على مدار الساعة في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا. وفي بيان لها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه يتم نشر المزيد من أنظمة صواريخ S-300 بعيدة المدى، وأشار قائد عسكري روسي إلى أن هذه الصواريخ الأرض جو قادرة على تتبع هدف على مسافة تصل إلى 204 كيلو وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا. أعلن قائد الطيران بعيد المدى في روسيا أن جميع أطقم الطيران أتقنت استخدام الصواريخ الفرط صوتية، كما قال إن القوات استخدمت صواريخ كانغال بشكل متكرر خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتدمير أهداف أرضية، مشيرا إلى أنها أظهرت فعالية قتالية عالية.
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات أو شكلها. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قوله بأن الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب. وأعلن بوتين وشي عن شراكة غير محدودة بين البلدين عندما زار بكين في فبراير الماضي قبل 3 أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعميق التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة يساعد على تعزيز الأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة رابطة الدول المستقلة بسان بطرسبرغ، حيث أشار بوتين إلى استمرار التواصل الأمني مع رابطة الدول المستقلة، مشددا على أن روسيا ستبذل كل الجهود لحل الخلافات الموجودة بين هذه الدول. كما أضاف الرئيس الروسي أن دول الرابطة بدأت في الانتقال إلى العملات الوطنية بالتبادلات التجارية خلال العام الجاري. متواصلون معكم في القاهرة الإخبارية مع هذه الساعة وفيها، لكن بعد الفاصل. تصاعد حدة العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة، عشرات الوفيات والملايين بلا كهرباء. أهلا بكم من جديد وإلى مصر. وفي إطار المشروعات التنموية الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية وتزيد من قدراتها في المجالات الاقتصادية، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة. وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة أحد الصروح الصناعية المصرية التي تتمتع بقوة المنتج الوطني مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية. وخلال الافتتاح أكد السيسي أن مجمع الصناعات الكيماوية يوفر 720 ألف طن أسمدة أزوتية بإنتاج مصري يلبي مطالب السوق ويصدر الفائض للخارج. كما أشار السيسي إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق استقرار في مدخلات الزراعة، وبالتالي لم تزد الأسعار بالقيمة الحقيقية. احنا النهاردة لو الأسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعة الأسمدة بيتسعر بالأرقام العالمية، التمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعة، وبالتالي الأسعار ما زادتش بالقيمة. لو النهاردة لو وزير البترول قال لي يا فندم انا مش هقدر ادي مصانع الأسمدة، كل الأسمدة حتى بتاعت القطاع الخاص، أي حد يعني، مش هقدر أديله بالثمن اللي هو بياخده بيه دلوقتي. أنا عايز أزود الرقم ده ضعف أو اتنين أو تلاتة. أنا بقول كلام معقول؟ مش طب ضعفين، طب أنا النهاردة ضعفين مين يستحمل ده؟ يبقى الطن أبو 6000 ولا يبقى ب 12 ب 18، مين هيستحمله؟ مش بس كده، طب ما المزارع لما هياخده بسعر عالي هيعمل إيه؟ هيعلي المنتجات. يبقى المواطن يلاقي حاجته بكام يا دكتور مصطفى؟ بأسعار غالية جدا. فاحنا بنحاول مع بعضنا، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا وللمثقفين والإعلاميين والمفكرين والمتابعين، كل كلمة بقولها لكم ممكن تبقى عنوان كبير قوي تتكلموا فيه. انتوا فاهمين يعني ايه ان انا النهاردة المنتجات الزراعية ديت او المواد الغذائية بتاعت الناس تزيد تمنها مرتين ثلاثة؟ هو مين يستحمل ده؟
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة بصدد الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها خلال أيام من الموانئ. كما أضاف أن رئيس الوزراء عرض خطة لخروج البضائع وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن البنوك المصرية ستغطي كافة الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع. إن شاء الرحمن الرحيم. يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول امبارح، معلش يا أبا، أنا يعني بيكلمني على خطته في، لأن احنا كنا قلنا من شهرين إن احنا محتاجين المستلزمات اللي موجودة في المواني تطلع يا دكتور مصطفى، فكان بيعرض عليا من يومين الخطة بتاعت خروج هذه المواد، وأنا مش بعلنها للناس، احنا قلنا كلام بس وبننفذه إن شاء الله. فطبعا البنوك المصرية هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 أيام. من أخبارنا أيضا، أعلن رئيس الكنيسة الإسرائيلي أنه سيتم التصويت على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس المقبل، وأضاف كذلك أن التصويت على الحكومة يأتي قبل 5 أيام من انتهاء المهلة المحددة لنتنياهو وتحالفه لتشكيل الحكومة والتصديق عليها. عبر مجلس الأمن القومي الأمريكي عن قلقه من النشاط العسكري الصيني الاستفزازي بالقرب من تايوان، وقال المجلس إن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان يزعزع الاستقرار، وأوضح في بيان أن الإدارة الأمريكية ستواصل مساعدة تايوان للحفاظ على قدرتها في الدفاع عن النفس. هذا وكانت تايوان قد أعلنت إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار، توغلت في المجال الجوي الخاص بها. هذا وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 71 طائرة وسبع سفن صينية تقترب من مضيق تايوان خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب الوزارة أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية للرد على تصرفات الصين. كان الجيش الصيني قد أعلن أنه أجرى تدريبات عسكرية حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسعى للاستقلال عن الصين، منوها بأن هذه التدريبات تأتي ردا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه. تحركات أمريكية على مسرح تايوان دفعت الصين إلى الرد بتدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي حول تايوان. الدور الذي تلعبه واشنطن بتايوان لم يرق في أعين بكين التي وصفته بالاستفزاز، منددة بقانون الدفاع الأمريكي الجديد الذي ينال من الصين ويعزز من المساعدات العسكرية لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث القدرات الأمنية. قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني أوضحت أن التدريبات التي يجريها الجيش رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ والاستفزاز من جانب الولايات المتحدة وتايوان، بحسب وصف بيان الجيش الذي أكد اتخاذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن السيادة الصينية ووحدة أراضيها بكل السبل الممكنة. وفي المقابل رأت تايوان أن تدريبات الجيش الصيني تظهر رغبة بكين في تدمير السلام في المنطقة وترويع شعب تايوان، ووصف تايبي التعاون مع الولايات المتحدة بأنه يسهم في الحرية والانفتاح والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن تايوان ستواصل تعزيز جيشها بما يتماشى مع احتياجاتها للدفاع عن النفس. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن مبادرة الحزام والطريق حققت تقدما مضطردا خلال عام 2022، وأضافت كذلك أن التجارة الخارجية الصينية مع البلدان المشاركة في المبادرة زادت بنحو أكثر من 20.4% مقارنة بالسنوات السابقة. هذا العام
حققت مبادرة الحزام والطريق تقدما مطردا وشهدت عددا لا بأس به من الإنجازات، حيث وقعت 5 دول مع الصين على وثائق مبادرة الحزام والطريق في الأشهر 11 الأولى من العام الجاري، فضلا عن ارتفاع حجم تجارة الصين مع شركائها في المبادرة بنسبة 20.4% مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. في حادثة هي الأولى منذ عام 2017، أعلنت كوريا الجنوبية استنفار قواتها الجوية مع اختراق طائرات مسيرة من الجارة الشمالية أجواء البلاد. وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي قام بتسيير طائرات مقاتلة وهليكوبتر لتتبع الطائرات المسيرة الكورية الشمالية فوق ما يعرف بخط ترسيم الحدود العسكرية بين البلدين. هذا وأطلقت طلقات تحذيرية. يأتي هذا في حين أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية استئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها بطلب من الجيش للتعامل مع الحادثة. تحطمت طائرة هجومية خفيفة تابعة للسلاح الجوي الكوري الجنوبي من طراز KA-1 في مقاطعة هوانغ سونغ. وبحسب سلاح الجو، تحطمت الطائرة التابعة لقاعدة وونغو أثناء إقلاعها من القاعدة ونجا الطيران. ومضيفا أن السلطات العسكرية تحقق في ملابسات الحادث الذي يعد الثاني خلال شهر واحد بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز KF-16 في السماء بمقاطعة جانغبون. أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن معظم مناطق المملكة تشهد تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى. وأضافت المديرية أن الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في العديد من الطرق، كما أكدت على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة. من أخبار الطقس السيء أيضا، أعلن مطار بغداد الدولي إيقاف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لإدارة المطار بأن حركة الملاحة توقفت بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400 متر، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار. ازدادت حدة العاصفة الثلجية التي اجتاحت مدينة بافلو بولاية نيويورك الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في الولاية إلى 25 قتيلا. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن العاصفة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل ومحاصرة العشرات داخل سيارتهم. وصرحت حاكمة نيويورك أن هذه العاصفة تعد الأسوأ والأشد في تاريخ الولايات المتحدة. هذا وقد تسببت هذه العاصفة خلال اليومين الماضيين إلى حرمان قرابة 2 مليون منزل من الكهرباء وإلغاء آلاف الرحلات، كما أدت إلى مصرع 37 شخصا في أنحاء الولايات المتحدة. ونبقى في متابعة لأخبار الطقس السيء تحديدا التي ضربت عدة ولايات أمريكية. ونتحول الآن إلى الاستوديو التحليلي، معك آية لطفي. تفضلي آية. شكرا داليا وشيماء، وأهلا بحضراتكم من جديد. الآن ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر أهلا بك معنا. بداية، للأسف يعني معظم الولايات المتحدة تستقبل أعياد الميلاد وهي تعيش ظروف مناخية قاسية وصفت بأنها الأشد والأصعب في التاريخ. ماذا يحدث لديك في نيويورك ياسر؟ نعم، أرحب بك وبالسادة المشاهدين. هي الأصعب منذ 40 عاما، وهذا ما وصفته هيئة الأرصاد وتحدثت عنه حاكمة ولاية نيويورك كاثي هاكل، وأنها قالت أنه هو الأسوأ على الإطلاق.
هذه الوفيات أيضا وامتناع بعض الناس أن تذهب إلى أعمالهم. درجات الحرارة ارتفعت وتحسنت كما تشاهدين هاي، حيث الآن درجات الحرارة هي 4 تحت الصفر، وهذا الرقم هو يعني يعتاد عليه الأمريكيون، ليس هذا رقم جيد بالنسبة إليكم يا البعض، حيث أن درجات الحرارة جيد جدا، يعني كان بالأمس فقط 14 و15 تحت الصفر. إذا ما كانت لديك أي قارورة من الماء داخل سيارتك يعني تعتبريها مجمدة بشكل أساسي. يعني تبقى أيضا أن إيريك آدمز قد أخذ منذ الخميس الماضي أجازة لمدة يومين، حيث أن العاصفة كانت قوية للغاية. وللعلم هي برغم كل هذه الوفيات وبرغم قسوة هذه العاصفة، إلا أنها فقط الأولى تعتاد نيويورك وباقي الولايات، بل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام تعتاد على مثل هذه العواصف التي تودي بحياة الأشخاص يعني للأسف، وتمنع ذهابهم إلى أعمالهم، وأيضا تمنع الطلاب إلى الذهاب إلى المدارس. هذه العاصفة نعتبر أنها قد انتهت وستنتهي غدا، إلا أن ما زلنا في بداية فصل الشتاء، والعواصف قد تكون أيضا يعني العواصف قد تمتد إلى أكثر من عاصفة، سوف تشتد في شهر يناير، ثم بعد ذلك يعني بنهاية فصل مارس إن شاء الله تقل هذه العواصف. إلا أن هيئة الأرصاد آية تحدثت بأن هذه العواصف خاصة بتغير المناخ سوف تكون أكثر من عاصفة أو أكثر من المعتاد في هذا الشتاء. طيب ياسر، ما الإجراءات المتخذة للحد من هذه العواقب السلبية الكبيرة والوخيمة نتيجة هذه العواصف؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية وولاية نيويورك على سبيل المثال تقوم منذ اليوم الأول آية ب يعني الإنذار للمواطنين، وأيضا تقديم النصح عبر نشرات الأخبار، وأيضا وضع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة والمستشفيات لاستقبال الحالات. أيضا هناك على مدار الساعة يكون هناك يعني خدمة طوارق على الطرق لمساعدة السيارات المتعثرة في ذلك، ومساعدة الناس للوصول إلى منازلهم سالمين أو العالقين في الطرق. أيضا دعيني أقول لك بأن سيارات الملح والتي تقوم بإذابة الجليد تكون أيضا جاهزة وتقوم بنشر هذه الحمولات الكبيرة من الملح في شوارع نيويورك والشوارع الجانبية، وهذا هو النظام متبع ليس فقط في ولاية نيويورك هي، ولكنه متبع في جميع الولايات الأمريكية. قبل أي عاصفة تقوم الشاحنات الكبيرة بنشر هذا الملح الذي يساعد في إذابة الجليد، إلا إذا كانت هذه يعني العاصفة قوية كما التي حدثت منذ يومين تكون هناك صعوبة في ذلك، ولكنها تساعد بعض الشيء. ثم بعد ذلك تقوم هناك أيضا الدورية من السيارات بكسح هذه أو هذا الجليد من منتصف الشارع لتساعد على مرور السيارات إلى يعني والوصول إلى أهدافها، سواء السيارات الحكومية أو حتى السيارات الخاصة للمواطنين للذهاب إلى أعمالهم، وأيضا الطلاب والمرافق طب ياسر العامة أن تقوم بالسير. هل من تحديثات أخيرة ودقيقة حول عدد الوفيات جراء هذه العواصف، حتى لو تحديدا لديك في مدن نيويورك؟ يعني مدينة نيويورك يعني فقط في المنتصف منهاتن وعلى سبيل المثال وكوينز وبرانكس، هذه المناطق لم تتضرر إلا فقط بالصقيع وانخفاض درجات الحرارة إلى ما هو أدنى من 15 درجة، لكن في منطقة أبستيت نيويورك على سبيل المثال هي التي تأثرت كثيرا من هذه العاصفة، ووصلت بعض الأنباء أن هناك ما يقرب من 26 يعني متوفي،
وكان منهم أيضا يعني من كبار السن الذين لم يستطيعوا أن يقوموا باحتمال هذه درجات الحرارة المنخفضة. خاصة آية، دعيني أقول لك بأن المنازل الأمريكية قد بنيت منذ سنوات على نظام تدفئة خاص. هذا النظام يعتمد على ضخ المياه الساخنة داخل أنبوب، هذا الأنبوب ينتشر داخل المنزل وبه المياه الساخنة، وبالتالي يقوم بتدفئة المنازل. هذه العاصفة جعلت هذه الأنابيب يعني تقوم ب أو جمدت عن بكرة أبيها في بعض المناطق، وهو ما دفع بعض المواطنين للذهاب لشراء بعض أجهزة التدفئة الخاصة، ومنهم من فشلوا في هذا الأمر ويعني مضوا ليلتين من أشد الليالي برودة داخل منازلهم والاحتماء طبعا بالمنزل وعدم الخروج على الإطلاق. كنت بالأمس وقبل الأمس آية لا تجد شخص يسير في الشارع، بعض السيارات المتفرقة التي تسير للإضطرار في شوارع نيويورك. يعني ياسر، نتمنى لك السلامة بالتأكيد في ظل هذه الظروف المناخية القاسية التي تتحدث عنها، وأشكرك شكرا جزيلا. كنت معي من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا على هذه التفاصيل. أعود مرة أخرى إلى داليا وشيماء لاستكمال هذه النشرة. شكرا آية. في سياق نشرتنا كذلك، يواصل عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضرابهم عن العمل المقرر حتى صباح الغد، في حين تشهد البلاد إضرابات مماثلة لعمال الطرق السريعة والبريد. وتسببت هذه الإضرابات في شل حركة السكك الحديدية في ظل تعطل رحلات 14 شركة قطارات. وتصر الحكومة البريطانية على زيادات أدنى من تلك المطالب بها بناء على توصيات هيئات مستقلة لمراجعة الأجور من أجل السيطرة على التضخم. اقتصاديا، قال وزير الاقتصاد التونسي إنه من المتوقع أن يسجل التضخم في بلاده 10.5% في المتوسط خلال عام 2023، وذلك في مقابل نسبة تضخم متوقعة للعام الحالي تبلغ 8.3%. وأرجع الوزير ارتفاع التضخم في تونس إلى زيادة واردات المواد الأساسية بقيمة ملياري دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليارات دينار نتيجة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اعتمدت الجزائر ميزانية عام 2023 سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا والسعر المرجعي عند 60 دولارا خلال الفترة من العام 2023 إلى العام 2025. ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الطاقة والمناجم بالشروع إذن في العمل على زيادة إنتاج الغاز للمحافظة على معدل الاستهلاك المحلي وتعزيز التصدير لتنفيذ التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب. كانت صادرات الجزائر من الغاز خلال هذا العام سجلت رقما قياسيا بلغ 56 مليار متر مكعب. كشفت وزارة النفط العراقية أن إيرادات صادرات النفط بلغت 8 مليارات و189 مليونا و600 ألف دولار خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت الوزارة أن كمية النفط الخام المصدرة بلغت 99 مليونا و868 ألفا و29 برميلا، لافتة إلى أنه تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية. أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور في الأسواق الأوروبية، وبلغت كمية الشحنة من وقود الديزل المتوافق على المعايير البيئية المتطورة 66 ألف طن. يأتي ذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول القارة العجوز في قطاع الطاقة.
كشف مصرف الإمارات المركزي عن نمو إجمالي الودائع في النظام المصرفي للبلاد بوتيرة قوية هي الأعلى منذ فبراير لعام 2015، وارتفعت الودائع على أساس سنوي بنسبة 12.6% في نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي. كما تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى أقل المستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة. ومن أخبارنا الرياضية، يخوض أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة صعبة أمام ضيفه وستام يونايتد على ملعب الإمارات في لندن ضمن الجولة 17، ويسعى أرسنال للفوز على أرضه ووسط جماهيره للحفاظ على صدارة البرمليج. ومني فريق الجانرز بهزيمة واحدة وتعادل وحيد خلال 16 مباراة في الدوري، ويعاني من الغيابات أبرزها المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس. ميكل أرتيتا مدرب أرسنال تحدث عن تأثير غياب جابرييل خيسوس وتعويضه بمهاجم آخر في سوق الانتقالات، وأشار أرتيتا أن النادي يستطيع تحمل التكلفة المالية للاعب المناسب. ماديا نستطيع التعاقد مع مهاجم بالتأكيد إذا أردنا ذلك. لا أعرف ما إذا كان يلعب في الدرجة الثانية أو الخامسة في إسبانيا أو البرتغال أو إفريقيا، نستطيع التعاقد مع مهاجم، أكفل لك ذلك. وفي لقاء آخر بالدوري الإنجليزي، حل ليفربول ضيفا على أستون فيلا بملعب فيلا بارك. ليفربول قبل التوقف الدولي كان يمر بفترة عصيبة، واحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة بفرق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر، ويسعى ريدز للعودة للانتصارات للمنافسة على الصعبة على اللقب. ويغيب عن الفريق مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرموني، وتحوم الشكوك حول مشاركة لظهير ترينت ألكساندر. ونبقى في مباريات البرمليج، حيث تعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه بريدفورد 2-2 على ملعب غريفن بارك في افتتاح مباريات الجولة 17، وتقدم بريدفورد بهدفين سجلهما فيتالي جانيليت وإيفان توني في الدقيقتين 15 و54، وأدرك سبيرز التعادل بثنائية حملت توقيع هاري كان وإيميل هوبيرغ في الدقيقتين 65 و71، ورفع توتنهام رصيده إذن إلى 30 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيده برينفورد إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع. وفي ديربي العاصمة السعودية الرياض، يستضيف النصر منافسه الهلال المباراة عنوانها التنافس على صدارة الدوري، حيث يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، وسيحسم الديربي الصراع على الصدارة. هذا وخاض النصر 9 مباريات فاز فيها في 7 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراة. في ختام ساعتنا الإخبارية نذكركم دوما بأهم العناوين. لائحة اتهام جديدة تنتظر المتهمة بقتل 3 أشخاص في العاصمة الفرنسية. زيلنسكي يكشف عن طلب وساطة الهند في تنفيذ مقترح سلام بشأن الأزمة الأوكرانية. الكرملين يتحدث عن قمة روسية صينية هذا الأسبوع دون ذكر تفاصيلها.
ودوما لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء.